على الشجون والهموم اللي فيها البلد، واتكلمت بشكل واضح وصريح على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولما بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا لا أقصد الشخص، أنا أقصد الرمز، رمز الدولة المصرية، الراجل اللي احنا انتخبناه من شهور قليلة، ما تنسوش ده، وبنسبة تصل إلى 97%، واللي كلفناه يكمل مشروعه الوطني في الاستقرار، في دعم الاقتصاد، في حماية مصالح الدولة الوطنية وحماية مصالح الشعب المصري. وما كانش كلامنا كلام اعتباطي ولا نفاق لأحد، لا، احنا بنتكلم على الواقع، على بلد بيعاني، على دولة بتواجه، على مخططات بتستهدف، على مؤامرات من الداخل ومن الخارج. سهل جدا يتقال لكم كلام إثارة، سهل جدا، وسهل جدا نقول كلام بلا معنى وشعارات بلا مضمون. ولكن الحقيقة أي إنسان في هذه المرحلة التاريخية المهمة عليه أن يقول الحقيقة، وعليه أن يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. احنا أفراد، احنا كلنا رايحين، مش حد قاعد، بس البلد دي قاعدة، واللي بيحب البلد دي بجد ما يهموش حاجة، يمشي زي القطر، لأن هنوصل لنقطة معينة. وزي ما قلت لكم قبل كده، السيد المشير طنطاوي كان سهل جدا يركع ويقبل ويتنازل، لكن أبدا، حطوا قدامه نقطة، كيف نصل بهذا الوطن